لي في الكتب المدرسية. أهلا وسهلا بك أستاذ. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام. وبركاته. بداية شاهدت صحيح، التقرير. معذرة في الاسم، فقط نعم. نصر الدين وليس عبد الناصر. طيب أستاذ خالف نصر الدين، شاهدت ما كتب أو ما قرأ أو ما تم بثه في التقرير، خطأين في الكتاب، كتاب سنة ثالثة ابتدائي للتربية الإسلامية، ما تعليقكم على ما تم بثه؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية إلى كل مشاهدي قناتكم وأنت أخي ياسر. بداية طبعا هذا الموضوع يعني لو يطرح منذ سنوات، وظن يعني كانت بعض الصحف أشارت إلى هذا الأمر، 1300 خطأ في الكتب، ما أشرتم إليه وما أشارت إليه الصحف هي تحريف للسنة النبوية أو لحديث صحيح أو كذا. يعني أنا أرى والله أعلم يعني إلى عدم التهويل أو تضخيم مثل هذه الأمور، لأن بداية من وضعوا أو من ألفوا الكتاب هم ناس يعني كما ربما لم يفهم البعض أخصائيون ومتخصصون يعني في المجال التربوي وفي المجال الشرعي. بعد ذلك يعني هذا الكتاب راه مر بعدة مراحل، من مرحلة التأليف إلى مرحلة القراءة، وقد قرأ الكتاب كل من المجلس الإسلامي الأعلى اللي هو هيئة تابعة إلى رئاسة الجمهورية، أيضا الكتاب راجعته وزارة الشؤون الدينية، وأيضا الكتاب تمت مراجعته أيضا من المعهد الوطني العالي لأصول الدين. وهذه يعني كلها موجودة يعني مراسلات موثوقة وتم يعني إرسالها إلى المؤلفين. فيما يتعلق يعني بنقول ما قلش خطأ الأول، قضية قصة غار حراء والقراءة وكذا، يعني الأصل يعني أننا نوضح للتلميذ أشياء يعني في الكتاب وليس حديث. يعني الكتاب جاء يسرد قصة الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن يعني في بعض العلماء حتى رواية الحديث تجوز بالمعنى، يعني أننا نقدم ونؤخر، فما بالك يعني لما نكون أمام كتاب تلميذ ممكن أننا نذكر كلمة لا تغير المعنى. هذا شيء. في قضية ورقة بن نوفل طبعا حدث فيه سقط، ونظن يعني أن هذا التصحيح هذا وهذه الكتب راهي تمر بمراحل، يعني فيه الطبعة الأولى والطبعة الثانية والثالثة واللي يكون فيها تنقيح. وللأسف الشديد أنا كنت تابعت يعني هذه القضية عبر الصحف اللي تناولت هذه الأخطاء، يعني البعض راه يعتمد على نسخ قديمة، يعني النسخة الأولى والنسخ الآن يعني لما تقلبوا الكتاب، حتى الكتاب يعني اللي كان ظهرته يعني في التلفاز تجدون الاعتماد تاع الكتاب وأيضا سنة النشر. الآن المؤلفين كل سنة راهم يبعثوا يعني تصحيحات الكتاب، والكتاب نعم. هذا طبعا يعني فيه تصحيحات، هذا ما تسمى بالطابعات المنقحة. نعم. وراهي موجودة إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. الديوان راهو يبرمج عنده يعني كما تعرفوا 50 مليون نسخة يطبعها الديوان الوطني. فهو يبرمج هذه التصحيحات وإعادة طبع هذه الكتب. طيب أستاذ نصر الدين اسمح لي على المقاطعة. في الشق الأول المتعلق بقصة الوحي عبارة مكتوبة بهذا حرفيا، فقال رسول الله هكذا، فقال رسول الله ماذا أقرأ؟ يعني لا تعتقد بأنه لما نقول قال رسول الله نحن الآن نقرأ في حديث، نقرأ في نص، لو قلنا بس، لكن قال رسول الله. نعم، صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث لما نقول عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم راوي الحديث. حتى يعني رواية الحديث أنا أشرت إلى مسألة علمية، وهذا الشيء يعني أنا لما تناديلي إلى إمام مثلا يناقش موضوع تربوي أنا ضد يعني هذا الأمر، كما أن هذا الإمام لا يمكننا أنا أن كتربوي ولا كمثلا مهندس معماري يقول لماذا قلت كذا أو كذا. الأمر يعود إلى الأخصائيين. الآن فيما يخص يعني كتاب التلميذ، كتاب التلميذ أو يخضع إلى عدة معايير. طيب ما المانع فضيلة الشيخ، ما المانع أننا نكتب ما أنا بقارئ، ما المانع؟ وما المانع أننا لا نكتب ماذا أقرأ؟ طيب لكن الأصل، لأنه حتى ترسخ في ذهن التلاميذ الحديث النبوي وكفى، يعني ترسخ في ذهنهم الحديث النبوي. نفرق بين الحديث وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في شق ثاني قلت بأنه كتاب تم
ربما يمر على عدة مراحل، وهذه نسخة قديمة. نعلم أن الكثير من التلاميذ في الجزائر لا يشترون الكتب الجديدة، لأنه تلقى عندهم أخوتهم يعني في المدارس والمصاريف مدرسية كثيرة، فإنه يأخذ الكتب كتب أخوته يعني الكبار عليه. ألا تعتقد بأنه نقص الرقابة، لأن الكتاب يمر على المجلس الإسلامي الأعلى كما تفضلتم، ويمر على وزارة الشؤون الدينية، ولا أحد من الهيئتين يستطيع أن يصحح خطأ ورقة بن نوفل؟ معليش أنا دائما أتوقف عند كلمة خطأ، يعني حتى لا نعمم أو نشنع هذا الأمر. أنا أقول يعني الكتب كما قلنا يعني تمر بهذه المراحل وبهذه المراجعات. الله عز وجل لم يكتب العصمة إلا لكتابه اللي هو القرآن الكريم. أما الجهد البشري فأي بشر يستطيع أن يقول لك هذه خضراء أو هذه حمراء أو هذه كذا أو هذه كذا. ضف على ذلك يعني الكتاب هذا هو كتاب التلميذ. الآن ما هو دور المعلم أو الأستاذ في المدرسة؟ لا، ولكن فقط أجبني عن سؤالي يا أستاذ نصر الدين. لم يستطع المجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية أن يصححوا خطأ، هو خطأ ورقة بن نوفل. لا أتكلم عن الخطأ، عن الموضوع يعني الأول، الخطأ الثاني. الخطأ الثاني، نعم، لا أتكلم عن الأول. لم يستطيعوا أن يصححوا أنه ابن عم وليس عم. يعني ألا ترى بأنه ربما هو نوع من الرقابة المشددة على مثل هذه الكتب التربوية؟ هي لا يوجد رقابة كما قلت يعني مشددة كما كانت الرقابة على كتب التربية الإسلامية، وهذا نفتخر به. يعني كل هذه الهيئات تقرأ هذا الكتاب. الآن ممكن الخطأ صحح أو كان صحيحا، قد يعود الخلل إلى الإخراج. يعني في بعض الأحيان تحرك يعني حرف أو كلمة فيسقط منها، أو تسقط مثلا ابن عمها، أو مثلا أضيفت في آخر لحظة أو في آخر السطر أو في كذا. إحنا الآن الكتاب لما يخرج راه مر بعدة مراحل، بالكتابة الأولية ثم إدخال الرسومات نعم، ثم التصحيف ثم الألوان. فلا يتصور البعض أن هذا الكتاب موجود هكذا مباشرة. ممكن يعني في مرحلة من هذه المراحل حدث هذا الخلل، والخلل كما قلت أعود إلى مسألة المعلم. المعلم كما تفضل يعني أحد الأساتذة قضية التكوين وكذا، نظن أن المعلم لما يوصل إلى هذا الدرس ممكن قد يستغل هذا الخطأ بتعليم التلاميذ، وهو التدريس أو التعليم بالخطأ. يقولون في هذه الفقرة يوجد خطأ، اذهبوا إلى البيت وابحثوا عن هذا الخطأ، فالتلميذ لا ينسى هذا التصحيح أبدا، طيب، نعم، سيكون هذا الأمر. فدور المعلم في البداية يعني جميل، أنه يصحح طيب، هذه المفاهيم. فأرجو يعني أن للأسف احنا نريد أن ندخل يعني دخولا تربويا سلسا ومطمئنا. البعض يعني بين الفينة والأخرى يريد أن يعكر هذه الأجواء عبر الصحف وعبر القنوات. الأصل أننا نبني ولا نهدم، وأن نوجه. الأصل أن يعني إذا كان أخطاء كما هذا اللي قال لك 1300 خطأ، يعني والاسم هذا مجهول، يعني الشخص هذا في بعض الأحيان الناس تكتب باسم مجهول وبأسماء يعني مختلفة. فالأصل الإنسان يتثبت ويراسل، يقوم بالمراسلة رسمية. وأقول لك الكتب ستصدر مرة أخرى وسيقول الناس فيها أخطاء وفيها كذا، وهذا حتى على المستوى العالمي. في الإمارات وجدوا أخطاء في كتب تاع التربية الإسلامية، في مصر، في الأردن، في قطر. فهذا يعني أمر موجود، لكن لما يكون أمر يتعلق بالتربية الإسلامية فتجد يعني الكل يريد أن يدلي بدلوه، ومن هب ودب يريد أن يتدخل طيب. في مثل هذه الأمور. نصر الدين خالف من الهيئة المكلفة بتأليف الكتب المدرسية، شكرا جزيلا لك ويومك موفق. عفوا، موفقون. مشاهدينا في قطاع السكن الآن، نفى المدير